هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ جايه لكم النهارده بوصفه سهله جدا اي حد يقدر يعملها في البيت بدل المطاعم. احنا هنعملها بمكونات بسيطه، وهو البرجر بصوص البيك تيستي وسويت مشروم صوص. كل الكبار والصغيرين بيحبوها لقاء اخر الليل، واحنا كده بنعمل موفي نايت. تعالوا نشوف المكونات ونشوف الطريقه ويلا بينا. بس ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير الفيديو ده كمان. يلا بينا نعمل اول حاجه صوص البيك تيستي ونشوف المكونات. عندنا بصل بودر وتوم بودر وفلفل وملح، مايونيز ومسترده وكاتشب وخيار مخلل وبصل مفروم. قطعنا البصل والخيار المخلل مفروم صغير جدا، وبعد كده ابتدينا نحط معالق المايونيز بمقدار 3 معالق مايونيز كبار. ودلوقتي هنضيف الكاتشب وهما بمعيار معلقتين كبار برضو. وهنضيف معلقة صغيرة من المستردة، ونبتدي نحط بعدها التوابل وهي عبارة عن فلفل وملح وبصل باودر وثوم باودر. ودلوقتي هنبتدي نعمل اللحمة، وهي عبارة عن نص كيلو لحمة بلدي ونص كيلو لحمة مستورد، وعندنا بصلة كبيرة والبهارات ملح وفلفل وبصل بودر وتوم بودر، وممكن تحطي رشة جوز الطيب بتفرق قوي في الطعم. زبدة كبير والطاسة على النار، هنحط بصلة متقطعة كيوبس كده صغيرة ونشوحهم على النار، وبعد كده هننزل بمعيار معلقة كبيرة من السكر ونكرمله، وبعدها هننزل بكوباية من المشروم فريش أو كان مش هتفرق، وهننزل بمعلقتين صويا صوص كبيرة بس مش غامقة، وبعد كده هننزل بمعلقة دقيق عشان يمسكوا مع بعض. وده شكل المشروم سويت صوص بعد ما خلص، طعمه تحفة. وده البرجر بعد ما جهزناه وسبناه شوية في التلاجة. احنا بقى جبنا العيش حمصناه ازاي، دهناه بشوية زبدة وحطيناه على النار، وحطيت مايونيز على كل رغيف وكاتشب وخس بقى وطماطم وبصل وخيار مخلل، كل ده بتفرق جدا. وهنا بقى هنبتدي نحط صوص البيك تيستي الخطير اللي احنا عملناه، وهنحط شرايح من التركي، ولو عندك بيف بيكن انا حاطه تركي وبيف بيكن، وسيحت الجبنه على البرجر، واخر حاجه حطيتها المشروم سويت صوص. والف هنا، ان شاء الله يعجب. ما تنسوش تشوفوا كل فيديوهاتنا وتتابعوا قناتنا، فيها احلى الوصفات.